خصوصا الموضوع هذا. اول حاجه بترحم، بسم الله الرحمن الرحيم، بترحم على روح الشهداء كويس، وبقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله اشوف شعب السودان شعب جميل شعب حلو. ولزي ما قلنا احنا لسه ما زلنا ماشيين 100 100. وقالوا عمكم عماد، عمكم ست توفى الحي، الحمد لله ربنا طول عمرنا يعني، والحمد لله يعني انا حسيت بحاجه بالليل، ما اكذب عليكم حسيت في خيانه بالليل، عشان كده طلعت الموقع الساعه 9 بالليل. الحمد لله على السلامه، شكرا لكم.